للمزيد ينضم إلينا محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز معنا من ريف اللاذقية. أهلا بك محمد. يعني لو تحدثنا أكثر محمد، هل تسمعني؟ محمد هل تسمعني قبل البدء في الأسئلة؟ محمد؟ نعم أهلا بك محمد. أسمعك، دعيني أبدأ الحديث. نعم، دعيني أبدأ الحديث عن الوضع العسكري على جبهات ريف اللاذقية. اليوم قوات النظام أعلنت عن بدء عملية عسكرية جديدة في ريف اللاذقية، أسمتها عملية التنين البحري. طبعا هذه العملية تهدف للتقدم والسيطرة على نقاط استراتيجية في ريف اللاذقية. أهم هذه النقاط جبل التفاحية الاستراتيجي الذي يفصل جبلي الأكراد عن جبل التركمان. طبعا في بداية الأمر تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على نقطة واحدة في هذا الجبل. طبعا سرعان ما استعاد الثوار زمام الأمور، وباغتوا النظام بهجوم عكسي. تمكنوا من خلال هذا الهجوم من استعادة السيطرة على هذه النقطة وقتل عدد من قوات النظام، بالإضافة إلى أسر عنصر على هذا المحور. أيضا في جبل الأكراد حاولت قوات النظام التقدم والسيطرة على نقاط في محور الحدادة وتردين وتلة الخضر، إلا أن الثوار أيضا تمكنوا من التصدي لهذه العملية. أما إذا انتقلنا إلى جبل التركمان، أيضا حاولت قوات النظام التقدم والسيطرة على نقاط الثوار في محور عين عيسى ومرصد عين عيسى. طبعا في بداية الأمر تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على نقاط الثوار في هذا المحور. أيضا الثوار استعادوا زمام الأمور وباغتوا النظام بهجوم عكسي. تمكنوا من خلال هذا الهجوم من استعادة السيطرة على النقاط في هذا المحور. طبعا إلى حد هذه اللحظة وبعد الانتهاء من صد قوات النظام مدفعية الثوار، لا تزال تستمر في استهداف نقاط قوات النظام في مراصده التي تشرف على ريف اللاذقية بمعدل قذيفتين كل نصف ساعة أو ساعة. طبعا تستمر إلى حد هذه اللحظة كتائب الثوار في استهداف كتائب قوات النظام ومراصده في ريف اللاذقية بمعدل كما ذكرت لك قذيفتين كل نصف ساعة. طبعا بالإضافة إلى استهداف قوات النظام براجمات الصواريخ ومدافع الهاون والمدافع الميدانية الثقيلة. نعم، ماذا عن يعني الحرائق في جبل العرين يعني وقرى القرداحة؟ ما هي المعلومات التي تتوفر لديك بهذا الصدد؟ نعم، يعني تستمر الحرائق في جبل العرين ومدينة القرداحة التي تعتبر مسقط رأس النظام السوري. طبعا تحدثت صفحات موالية للنظام عن إخماد هذه الحرائق، إلا أنها عادت للاشتعال والاندلاع قبل وصولها إلى جبل العرين، والآن يعني حرقت مساحات واسعة من جبل العرين بعد أن قطعت منطقة معيربان والمعلقة. طبعا العدوان الروسي أو الاحتلال الروسي إن صح التعبير حاول أيضا إخماد هذه الحرائق بالطيران الذي حاول إخماد هذه الحرائق طيران إطفاء الحرائق، وأيضا من خلال إرسال سيارات إطفاء باتجاه هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف اللاذقية.